فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ينسب إلى فضيلتكم فتوى بأنه لا يجوز التكلم بغير اللغة العربية لغير حاجة. ما في شك أنه ما يجوز لغير حاجة، لأن هذا من التشبه بالأعاجم وهجر للغة العربية التي نزل بها القرآن. فالمسلم لا يترك لغته ولغة القرآن ويأتي بلغة أجنبية إلا لحاجة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.